أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ضرورة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي محذرا من أي محاولة لاحتوائه. وقال العبادي في كلمته أمام مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش المنعقد في واشنطن بمشاركة ممثلين عن 68 دولة، قال إن العراقيين بمختلف أطيافهم يقاتلون عدوا مشتركا بكل بسالة وتصميم. وتطرق العبادي إلى جهود الحكومة العراقية لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة رغم الصعوبات الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، وأشار إلى تبني حكومته للإصلاح ومحاربتها للفساد وعزمها على المضي في هذا المسار، موضحا أن العراقيين يحققون الانتصارات بسبب إيمانهم والتزامهم بالديمقراطية والتنوع. الانتصار اليوم اللي حققناه على داعش انتصار كبير. نحن الآن في مرحلة القضاء على داعش وليس احتوائها. كنا نسمع في السابق كلام حول احتواء داعش. احتواء داعش أمر خطير لا يجوز أن ندخل به بتاتا. هذه منظمة إرهابية لا تؤتمن على شيء، لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال. تنظم القتل والخراب والدمار، عقليات مخربة لا ترى هناك إنسانية، بل تقمع الإنسان. في هذا العصر اليوم في عام 2014 و15 يقومون ببيع النساء ويقومون ببيع الأطفال. هذه جريمة منكرة أن يتولوا بيع النساء في العراق أو في سوريا وبيع الأطفال كذلك. هذه الجماعة الإرهابية يجب أن يقضى عليها.